بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخ علي، مرحبا مرام، حنان، دعاء، رحمة، فاطمة، يحيى. مرحبا بالجميع. أنا رحمة، كيف الحال؟ مرحبا بكم جميعا، نسعد بلقائكم. شكرا اخ علي، مرحبا لطيفة، مرحبا مرام، بندر، اشواق، بدر، حنان، دعاء، رحمه، ثانية، علي، مبادر، فاطمه، لطيفه، مريم، نور، يحيى. مرحبا بكم جميعا. هل هناك سؤال او استفسار؟ ونحن بانتظار دخول البقيه. مرحبا شوي. سعيد جدا بالالتقاء معكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مقر إدارة الموارد البشرية، وننتظر قليلا دخول البقية ثم نبدأ إن شاء الله، ولكن في الأثناء إن كان هناك سؤال يسعدنا الإجابة عليه. كيف حال المحاضرات معكم إلى حد الآن؟ هل الأمور كل واضحة؟ ماشي الأمور تمام؟ شكرا نور، شكرا علي، شكرا مرام. الحمد لله، شكرا يا بندر، شكرا يا أحمد. إذا اليوم سوف نقوم بشيء جميل. احنا تعودنا دائما نبدا لقاءنا بجزء مخصص للمراجعه، ولكن اليوم سوف نراجع بطريقه جميله جدا فيها نوع من المنافسه. بعطيكم 5 اسئله، صح وخطا، اسئله سهله بسيطه مباشره، ونرى مع بعضنا من الشخص الذي يعطينا اكثر اجابات صحيحه ويكون الاول في تلك الاجابات. يعني اللي يعطيني هو الاول الاجابه الصحيحه هو اللي يسجل اسمه. وبعدين بعد 5 اسئله نشوف من كان الاول في الاجابات الاولى الصحيحه. جاهزين؟ نعم لطيفه في تكليف، ولكن ليس في الان. يكون عندكم تكليفين ان شاء الله، ولكن عندما نتقدم شويه في المقر. مرام تقول جاهزه، انه ايضا
فهمنا مبدأ اللعبة؟ الإجابة صاحب الإجابة الأولى الصحيحة هو الذي يسجل، سجل نقطة. معناها إذا بدأت وعرفت الإجابة الصحيحة راحت عليك. نمشي السؤال الأول، صح أو خطأ؟ من الأساليب التي تستخدم لتحليل المطلوب من العمالة قائمة العمالة. من الأسلوب الذي يستخدم لتحليل المطلوب من العمالة قائمة العمالة. نوف قالت خطأ وكانت إجابتها صحيحة. نوف شلوي، إذن النقطة الأولى من نصيبك. إذن لا، مش صحيح، قائمة العمالة ليست من الأساليب التي تستخدم لتحليل المطلوب. نعم أحسنت يا بشرى، هي من الأساليب التي تستخدم في تحليل المعرض. صح أو خطأ؟ مخزون المهارات يشير إلى حركة تدفق العمالة على مستوى الشركة. صح أو خطأ؟ مخزون المهارات يشير إلى تدفق حركة العمالة على مستوى الشركة. ما زلت في الانتظار. خطأ فاطمة الحربي. فاطمة الحربي سجل النقطة، إذا هو خطأ. مخزون الوحيدة اللي قالت خطأ فاطمة الحربي، لأنه مخزون المهارات هو في أسماء العاملين وصفات المهارات، لكن من الشيء الذي يشير إلى تدفق حركة العمالة؟ هي اسمها موجود أصلا في العنوان، هي إيش؟ قائمة تدفق العمالة. إذا أنا سيبتكم مسؤول ولا هي قائمة تشير إلى حركة تدفق العمالة على مستوى الشركة. إذا نقطة نوفش بيبي ونقطة نفاق الحربي. سؤال آخر، صح وخطأ، ركز ونحاول تكون إجابتنا الأولى صحيحة. إذا كان هناك فأر داخل الشركة، إذا كان هناك فأر داخل الشركة وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل، استوجب عن الشركة أو كان بإمكان الشركة تشجيع التقاعد المبكر. خطأ بندر الفسيري. بندر الفسيري إجابتك صحيحة، هو خطأ. نعيد السؤال، إن كان هناك فائض، إن كان هناك فائض وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل، أنا قلت إيش؟ كان بإمكان الشركة التعاطي مع ذلك من خلال ماذا؟ تشجيع التقاعد المبكر. ولكن لا، تشجيع التقاعد المبكر هذا عندما يكون العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل، مش الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل. واضح لطيفة؟ ممكن. من عندنا ثلاثة يتصدروا بطريعة الترتيب. حاول نقرب المايك شارع. نمشي إذا سؤال آخر. إذا كان هناك عجز، إذا كان هناك عجز وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل، فلا يوجد إشكال بالنسبة للشركة. خطأ فاطمة الحربي تتقدم بنقطتين. إذا فاطمة الحربي تتصدر سريعة التسكيب، الإجابة الصحيحة هو خطأ. نعيد السؤال، إذا كان هناك عجز وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل، قلنا لا يوجد إشكال،
لا خطأ لماذا؟ لا يوجد إشكال عندما ماذا؟ عندما يكون العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل. واضح بندر؟ ممتاز. إذن نمشي للسؤال الأخير. السؤال الأخير يقول سؤال سريع بسيط جدا، يعتبر طلبات المديرين من العمالة أول خطوة من خطوات اختيار الموارد البشرية. نوفش ليه؟ تعدل النتيجة. إذا تعتبر، نعيد السؤال وخطأ، تعتبر شو قلنا؟ تعتبر طلبات المديرين من العمالة أول خطوة من خطوات الاختيار والإجابة خاطئة، لأنه أول خطوة هي تخطيط القوى العامة. ممكن. إذن بهذا رجعنا نوعا ما كل ما شفناه في لقائنا الماضي. نحيي الجميع على مشاركة في السباق التنافسي هذا الحار اللي كانت فيه أجواء طيبة، ونحيي بالأخص بندر الفسيري، نوف الشلاوي، وفاطمة الحربي، واللي فازوا باللقاء هم اثنين بالتساوي، فاطمة الحربي ونوف الشلاوي، وتحية خاصة لكم الاثنين. إذا إن شاء الله نشوفوا فايزين في اللقاءات القادمة إن شاء الله. نمشي الآن، نرجع نبدأ من حيث وقفنا المرة الماضية، لعلنا وقفنا عند المحاضرة 11، صح ولا لا؟ ذكروني شباب، المصادر الخارجية، نعم، أحسنت يا بشر. إذا تكلمنا قلنا من البسبكتار، فيه مصادر داخلية وفيه مصادر خارجية. نطرح عليكم سؤال يعني دون سؤال بديل، ما هو رأيكم في الاستقطاب الداخلي والخارجي؟ ما الأفضل، الاستقطاب الداخلي أم الاستقطاب الخارجي؟ بندر يقول الداخلي، الخارجي ياسر، بدل الداخلي أقل حدثا، خارجي والداخلي، الداخلي معروف، نعم عادي. إذا في الحقيقة عموما أصحاب المنشآت يتوجهوا في الغالب دائما إلى الاستقطاب الداخلي. ما معنى الاستقطاب الداخلي؟ هو اختيار شخص من داخل الشركة، ولما فيه من فوائد، ولما فيه من ميزات. لماذا؟ لأنه الاستقطاب الداخلي نشوف الفوائد ونشوف مميزات حقيقة كثيرة. الاستقطاب الداخلي أول ميزة أقل تكلفة، صح ولا مثل ما يقول عليه؟ إذا الاستقطاب الداخلي أقل تكلفة، لكن مش مسألة تكلفة فقط، ولكن في ماذا؟ في تحفيز أكثر، لأنه في منافسة بين الأشخاص داخل الشركة، فكل واحد يعمل في الشركة هو يتطور نفسه، لأنه الترقية الجاية تكون من نصيب. إذا في تحفيز أكثر، فيه إلمام عام يا بندر بمهام الشركة، في رفع المعنويات صار مذكور، نعم، فيه أيضا أقل مخاطرة، لأنه نعرف الشخص ونعرف كفاءته ونعرف شخصيته، وأيضا ميزة أخرى أنه لا يكون لنا ربما قلق وهاجس من ناحية الاندماج، فنحن الشخص يعيش أصلا في الشركة ويعرف الشركة، فلن يسبب لنا أو لن نجد أنفسنا في مشكلة من ناحية الاندماج. إذا هذه ميزات الاستقطاب الداخلي، لكن الاستقطاب الخارجي أيضا عنده مميزات كبيرة جدا. فما هي المميزات الاستقطاب الخارجي؟ لماذا في بعض الأحيان نخير الاستقطاب الخارجي على الداخلي؟ نعم علي، الخارجي يحتاج إلى مغامرة، نعم،
شوف تصدف، شوف ما تصدف، شوف مرة تسيب ومرة تخيب، لكن اللي عندك أعلى. لو نتكلم على الاختيار الخارجي، المصادر الخارجية للاستقرار، ما يعني مميزات؟ عنده مميزات كبيرة أيضا. لو تعدوا لي منها واحدة أو اثنين، هذه الوسائل اللي ياسر، لكن نتكلم عن المميزات. ربما نبندر، نعم ربما لا نجد المهارات المطلوبة داخل الشركة، هذا واحد، بالتالي نضطر إلى الذهاب إلى سوق العمل وأخذ تلك المغامرة وتحمل تلك التكاليف الإضافية لأننا لا نجد الكفاءة المطلوبة داخل الشركة، ممتاز، لكن ليس هذا فقط. عنده مميزات كبيرة أيضا الاستقطاب الخارجي. حتى لو عندك الكفاءات داخل الشركة، في بعض الأحيان تخير أنك تختار واحد، تجيب واحد من برا أحسن لك من أن تجيب واحد من جوه. ليش؟ تخيل نفسك صاحب شركة وعندك موظفين، وعندك واحد، عندك موظفين كثار داخل الشركة عندهم تتوخش من الكفاءات، ولكن رغم ذلك قرر أنك تمشي سوق العمل. لماذا؟ الاستفادة من ذوي الخبرات السابقة من الذين عملوا في شركات أخرى. أحسنت يا بندر، نعم ما شاء الله عليك بندر، فهمك عملي واقعي وممتاز عميق جدا. إذا في بعض الأحيان ودنا نقارن أنفسنا، نقارن الكفاءات بالكفاءات الموجودة في سوق العمل حتى نعرف هل نحن حقيقة متفوقين على مستوى الكفاءة ولا تأخرنا شوية. الكفاءات الموجودة في سوق العمل أفضل من الكفاءات الموجودة داخل الشركة. بعض الأحيان نحتاج أن نقارن. علي يقول اختار الموظف الملائم للوظيفة التي نحتاجها، نعم متفقين في هذا سواء كان داخلي أو خارجي. في بعض الأحيان نعطيكم فكرة، في بعض الأحيان ربما الثقافة السائدة داخل الشركة تكون ثقافة سلبية. نعطيكم مثلا ثقافة سلبية، مثلا نتعود الموظفين أنه وقت حضورهم للدوام متأخر، مثلا نتعودوا أنه عمل فرد، تعودوا انه يرفضوا التغيير، انه ما يخافوا، انه ما ودهم يغيروا، انه خلاص هذا هو الموجود وهذا اللي راضين به، ما ودنا نطور. فبالتالي هذول الاشخاص بدك تغير لهم ثقافتهم. لماذا؟ بضخ دماء جديده داخل الشركه، ناس جديده، ناس تفكر بطريقه اخرى، ناس بدها تطور انفسها، بدها تغير، فتخليهم ايش؟ تخليهم يحسوا انه في ناس مختلفين عليهم، في كفاءات ربما تكون افضل منهم، اذا ما يطور من انفسهم سوف يخسروا مكانهم في الشركة. هذا يخليهم يتحركوا، يخلي المياه الراكدة تتحرك. واضح؟ شكرا علي، شكرا بندر. نمشي اذا، شكرا فاطمة لطيفة. نمشي للمصادر الخارجية للاستقطاب، نعددها. اول مصدر اللي هو التقدم المباشر لل التقدم المباشر للمنظمة. ممتاز، التقدم المباشر للمنظمة. ممتاز جدا. هذا التقدم المباشر شو القصة؟ شو قصته؟ هذا طرح عليه سؤال كم مرة في الاختبار، وعادة لم يخطئوا فيه الطلاب. التقدم المباشر للمنظمة، ويتصوروا انه اكثر منه داخلي منه خارجي، لكنه استقطاب خارجي. شو معنى تقدم المباشر؟ شو كلمة مباشر شو معنى؟ بدون وسيط، نعم يا علي، ذات الشركة أحسن كبند غيري أسأل، معنية أبسط عبارة أنه الشخص من نفسه يحمل حاله ويروح للشركة، الشركة مطالبة أصلا، مطالبة وظيفة، ولكن أنا ربما حبا في الشركة هذه نحمل حالي ونشوف نقابل المدير الموارد البشرية ونقول له انا ودي نشتغل معاكم، هل في وظائف؟ هل في امكانيه؟ هذا السي في حالي، وانا نعرف نفسي. ربما من حالي نرسل ايميل حتى ولو ما فيش وظائف شابه، نرسل ايميل. تتصوروا الاسلوب هذا فعال ناجع ولا لا؟ ساره تقول نعم ناجع. بندر ايضا، علي، ساره يتقدم للوظائف المعلنة؟ لا خلاص، تكلمنا على الإعلاني أحد.
اذا انت قمت بالعلامه هو اجاك، لكن انت ما سويت ولا شيء وهو اللي جاك. لماذا قلتم ناجع بندر علي فر احمد؟ ليش قلتوا الاسلوب هذا ناجع؟ يعني هو نفسه براح، يعني هو نفسه راح البشرى البحث عن عمل يثبت الرفض. براح يا بندر، احسنت يا بندر، انا شاكك فيك يا بندر، انت مدير موارد بشريه. صار مثل ما قلنا موظف فاهم العمليه، علي لانه الشركه موظف في الموارد البشريه، لا صار فيك حسيبي، علي لانه الشركه هي التي تعمل مقابله بنفسها. هو في الحقيقة مثل ما قال بندر، انه هو جاء لحاله وهو طالب الوظيفة وانت ما سويت لا اعلان ولا سويت شيء، شو معناه؟ معناه هو سامع بالشركة وعارف الشركة ومعجب بالشركة ومتحفظ اصلا ويريد يشتغل في الشركة. هذه فرصة، اذا كانت عندك وظيفة فانت ربما مصلحتك انه نعم عنده خلفية عليها، فانت من مصلحتك انه توظف هذا الشخص اللي هو اساسا ويريد يشتغل معك. نمشي للنقطة الأخرى اللي هي الإعلان، إذا نسوي إعلانات. النقطة الثالثة وكالات ومكاتب التوظيف، ووكالات ومكاتب التوظيف يمكن تكون خاصة يمكن تكون حكومية، صح ولا لا؟ أعطيني الحكومية هنا، أعطيني الحكومية هنا، مثل إيش؟ مكاتب التوظيف مثل إيش الحكومية؟ لا مش مدارس، مش خدمة مدنية، لا في برنامج، برنامج في غرفة الرياض، نعم في برنامج في اسمه جدارات، حافظ حافظ ولا جدارات حافظ يمكن اللي تسجل فيه وندوخ اذا في طاقات. برافو عليك، هذا هو اللي تحتاج. اذا طاقات، برنامج طاقات، انك تروح انت تسجل. هدفها ايضا بندر، كيف احكي لي اشرح لي. هدفها ايضا برنامج توظيف، شو الفرق بينه وبين بسينهم؟ عن طريق تنمية الموارد البشرية، ثقافة أيضا عن طريق الموارد البشرية. هدف هو نفسه ثقافة، إذا ما فيش فرق بين الاثنين، بشر الاثنين واحد. لهذا استغربت، قلت هم الاثنين تبعين تنمية الموارد البشرية، ربما يستهدفوا فئات عمالية أو وظائف مختلفة، ربما هذا العمال هذا من اللي دارين، ما عندي خلفية في الحقيقة، يعني تبعين نفس الوزارة، تبعين الموارد البشرية. إذا نمشي، لكن المكاتب الخاصة أيضا كثيرة، صح ولا؟ العملية بسيطة، هو المكاتب هذه تلعب دور البسيط بين المترشح للوظيفة، المتقدم للوظيفة، وبين صاحب العمل. نعم يا بندر، لا متفق معك، لهم روابط مع اغلب الشركات والمؤسسات الحكوميه، وفيها تحفيز ايضا للشركات لاستقطاب الموظفين المسجلين في هذه البرامج. نمشي للنقطه اللي بعدها، المدارس والجامعات. المدارس والجامعات، شو قصه المدارس والجامعات هذه؟ وإذا فيكم طلاب، ونعرف أنه يعني كثير منكم طلاب وأيضا كانوا طلاب، تدخل تروح للجامعة تلقى إيش؟ تلقى إعلان من شركة معينة ولا من جهة معينة تطلب متقدمين للوظيفة في اختصاص معين. الأسلوب هذا شو رأيكم فيه؟ إيجابي ولا مش إيجابي؟ المدارس والجامعات، نعم الطلاب المتميزين، نعم إيجابي يقول عليه رحمة هنا، لكن ينقصهم الخبرة شباب، هذا متخرجين لسه فريش ناقصين خبرة،
فكيف تقولوا الايجابي؟ ندربهم احمد تكاليف، راح تكون علينا تكاليف، راح ندربهم راح نخسر. بعد التوظيف شو رايكم فكرة استقطاب الطلاب كويسة ولا؟ يمكن نستفيد من المتقاعدين قبل التقاعد، ربما ياخذوا خبرة من المتقاعدين. اختيار الأكثر منهم مش في الحقيقة، أنا نقول لكم شيء، هم هذول الطلاب هم في بعض الأحيان وبعض الشركات وبعض الوظائف نحتاج هذم أكثر من نحتاج أصحاب الخبرة. ليش؟ لأنه في بعض الوظائف الخبرة تنقص ما تزيد، في بعض الأحيان الخبرة تكون سلبية مش إيجابية، وفي بعض الأحيان لا نريد الخبرة بقدر ما نريد ناس، نريد الطموح والعزيمة والإصرار والقوة التي قوة الشباب وعزيمة الشباب ورغبتهم في الانتصار على أنفسهم وتحدي أنفسهم. ياسر يقول الخبرة جي مع عن طريق العمل، نعم من خلال محادثة لكم رغبتهم في التعلم وإصرار، صحيح يقول بندر. نعم بعض الأحيان أعطيكم الوظائف، مثلا لو أنا نشتغل كشركة قطاع تكنولوجي شو يهمني؟ يهمني عبقرية الشخص ولا خبرته؟ شو رأيك؟ لو أنا نشتغل مثل أبل جوجل غيره شو يهمني؟ يهمني إنه يكون صاحب خبرة ولا يهمني يكون عبقري؟ صار تقول إنه خبرة، خبرة شو تسوي بها؟ الخبرة هو لا 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 الخبرة ما تسوي بها ولا شيء، لأنه كم من شيء يطلع تكنولوجيا، تكنولوجيا السنة هذه السنة الجاية تصبح قديمة، فخبرة ايش؟ ماليش خبرة. اللي نحتاج ايش؟ أكثر منه خبرة، لأن المعلومات تتجدد وتتطور، ما نحتاج خبرة، ولكن نحتاج شخص قادر على التعلم بطريقة سريعة، إنسان قادر إنه يغير من نفسه. نعم صار عبقريته، نعم إنه يكون قادر على تغيير نفسه من سنة إلى سنة، قادر على التعلم أشياء جديدة من سنة إلى سنة، السلوك نعم. هذه يسموها بالإنجليزية الاتيتيود، الاتيتيود مهم أكثر من الاكسبيرينس. والاتيتيود هو ماذا؟ هو سلوك، هو استعداد، الكلمة الدقيقة هو الاستعداد، استعداد الشخص للتعلم، لتجاوز النفس، للمخاطرة، لتعلم أشياء جديدة. هذه هي الأشياء اللي تنمي أكثر من الخبرة، وهذه الأشياء نجدها في صغار السن أكثر من كبار السن. علي يقول هذه طريقة في الغالب تكون في العطل، والمستفيد الطالب والشركة، الطالب يتعلم والشركة خدمة المجتمع وأقل مكثف. نعم لكن هذه طريقة محدودة في التفكير علي، لكن في بعض الشركات عفيف مثلا شركات كبرى توظف المتخرجين حتى ولو لم تكن لهم وظيفة دقيقة ومهام دقيقة، ولكن تستقدم. ليش؟ تروح تاخذ ايش؟ تروح تبحث عن المتميزين وتاخذهم حتى لو عنده وظيفة الآن في الشركة. ليش؟ لأنها تستثمر في تلك الكفاءة، تعرف أن شخص مثل هذا ثروة، فلا بد أن نحصله، لا بد أن نبني به المستقبل، لا بد أن نبني به الخطة الاستراتيجية للشركة. فبالتالي انظر، هناك اختلاف في النظرة، ربما تكلمت عليه أخ علي أن الشركة تتفضل على الشخص، وكأنها هي معناها ربما صاحبة تفضل على الشخص، تعال اشتغل يلا في الإجازة ونعطيك مصروف. لكن ليه شركة الخبرة تبحث عن هذا اللي يسموه العصفور النادر؟ تعال اشتغل، لأنه أنت اللي راح تبني لنا المستقبل، لأنه أنت بصغر سنك بطموحك بإرادتك بفكرك بإرادتك في التغيير وفكرك الطموح، أنت اللي راح نبني بيك المستقبل، فوين وين؟ نمشي إذا النقابات العمالية. شو قصة النقابات العمالية؟ هي منظمات أو هيئات تدافع عن العمال داخل الشركات. في بعض الأحيان يمر الاستقطاب عن طريق هذه النقابات، معناها أنا عندي نقابة داخل الشركة، نقول له جيب لنا شخص من خارج الشركة يتطابق مع مواصفاتكم كنقابة وإحنا نقبل إن شاء الله.
بندر يقول فيه اللي هي دكتور الاعمال الصيفي ولا دي في الاستقبال الطلاب في العطله الصيفيه. نعم ممكن. رقم 6 المنظمات المهنيه. المنظمات المهنيه شو معناها؟ المنظمات المهنيه هي منظمات تدريبيه، معناها يروح المنظمه المهنيه يتدرب وبعدين يحصل وظيفه. عندكم امثله هنا في المملكه على منظمات مهنيه؟ هي اكاديميات ولكن مش اكاديميات نظريه، لا هي اكاديميات تدريبيه. بعد يقول ايش يعني استقطاب؟ استقطاب هو جلب الكفاءات. اذا عندكم منظمات مهنيه هنا في المملكه، تذكروا بعض المنظمات المهنيه اللي دورها فقط تدريب، وتدريب اليد العامله على الميكانيك، على الـ الـ على الكهرباء، على ما ادري. تكون ممكن تكون من حقيقيات تبع يوم المهنة بعد تخرج الطلاب. نعم ايضا هذا من وسائل الاستقطاب. نعرف انه فيه مركز تدريب ياباني في جهه جده ولا باكر بالضبط، ولكن تدريب مهني، صحوا لي معلومه ان كانت غير دقيقه، ويزود شركات كبرى بكفاءات عاليه. اذا يدربهم، وايضا نتصور انه ايضا ارامكو عندها، مش ارامكو، سابق عندها معهد تدريبي فني ايضا. ما ادري ارامكو نفس الشيء ولا، ولكن نعرف انه سابق عندها معهد فني ويدربوا، وبعض منهم يشتغل في سابق وبعض الاخر. يكفي انه يكون عنده شهاده، محصل شهاده من المركز التدريبي السابق حتى يحصل وظيفه مرموقه في شركات اخرى، صح ولا لا؟ عندكم تعقيب على النقطة هذه؟ إضافة؟ أموركم واضحة؟ ممتاز. إذا احنا قلنا التوظيف هو ثلاث أشياء. أول شيء الاستقطاب، جلب الكفاءات. ايش هو التجربه الصناعيه يا خالد؟ مركز تدريب سابقة. اذا قلنا الاستقطاب، التوظيف عفوا، هو ثلاث اشياء. شكرا يا خالد. الاستقطاب جلب الكفاءات معناها، ثم الاختيار والفرز، وثلاثه اللي هو التعليم. اذا اخر خطوه هي التعليم. إذا نمر الآن للاختيار والتعليم. بعد ما قمنا بالاستقطاب نمشي للاختيار والتعليم. هل الاختيار يتم عملية الفرز؟ هل تتم عشوائيا أو بالاعتماد على جملة من المعايير؟ أكيد أنه نعتمد على ماذا؟ على جملة من المعايير. ما هي هذه المعايير؟ نعم شكرا أحمد زندر نور. أول معيار اللي هو ماذا؟ المستوى التعليمي. يعني المستوى التعليمي نمشي المحاضرة الثانية عشر، ثم المعيار الثاني هو الخبرة السابقة، ثم الصفات البدنية، ثم الصفات الشخصية، ثم نعم فاطمة نعم دعاء المعارف السابقة، المعرفة السابقة للشخص. هذه شو قصة المعرفة السابقة للشخص؟ ربما نعم يا بندر، ربما واسطة، ربما الواسطة. إذا شخص هو يشكر في الشخص هذا ويثني عليه، ربما مش بالضرورة واسطة بندر، ولكن ربما تعرف أنت في السي في فيه عنوان اسمه ماذا؟ اسمه تزكية، ريفرنسز. فنشوف احنا من الأشخاص اللي يذكوا في الشخص هذا، ونتواصل معاهم ونسأل ونقول إنه فلان فلاني
وضع ايميلك ولا وضع رقم جوالك في السي في، فحبينا نتواصل معاك حتى نتأكد من المعلومات اللي قدمها في السي في، هل بالفعل اشتغل معاك في الشركة، كيف كان الدرس، كنت راضين عليه ولا لماذا انقطع العمل، فنسمع اجاباتهم، واذا كانت اجاباتهم ايجابية فهذا امر يسعد. بندر يقول واسطة للتوضيح أكثر، احنا ناقشنا موضوع الواسطة بندر المرة الماضية، قلنا أن الواسطة إيجابية ولا سلبية؟ قلنا لا هي إيجابية ولا هي سلبية، استعمالنا للواسطة هو الإيجابي أو سلبي، إذا استعملنا الواسطة مع العدالة تصبح إيجابية، إذا استعملنا الواسطة مع الظلم تصبح سلبية، ما معنى الواسطة مع العدالة؟ الواسطة أنه لما يكون عندي اثنين وأنا متردد ناخذ هذا ولا ناخذ الاخر لانه كفاءاتهم متساويه، فيساعدني يناسبني انه نختار الشخص اللي ربما تم الثناء عليه وربما تسكيته من شخص افضل من شخص لا اعرفه، لانه نسبه المخاطره في الشخص هذا تكون اكبر، لكن الشخص اللي تم تسكيته ربما المخاطره تكون اقل، فما تقول بالقرعة والتصويت، لا ما ينفع بالقرعة والتصويت، القرعة والتصويت هذا الحظ، والحظ مرة تصدف ومئة ألف مرة ما تصدف، لابد أن نستعمل معايير، أن يكون عندك اختيار أفضل من أنك تترك نفسك للصدف. نمشي الإجراءات الاختيار، إذا حتى نختار، ربما أكثر أنا لاحظت ربما في الشركات الموجودة هنا أنه أكثر الاختيار يتم على أساس السي في، صح ولا لا؟ سي في ومقابلة، وربما المقابلة في وبعد المقابلة على طول في يوم يقولوا تعالى بكرة، وبعض الأحيان ما فيش مقابلة يقول له جيب السي في تعالى، يشوف السي في بسرعة ويقول له يلا خلاص ادخل اشتغل. شو رأيكم في الأسلوب هذا؟ هل الاختيار هذا ناجح ولا مش ناجح؟ نوف تقول خطأ، بندر يقول ناجح، كيف يا بندر ناجح؟ سؤال فاطمة، هل الاختيار وفقا للسي في والمقابلة فقط يكفي؟ نوف تقول غير ناجح، ما ينس بندر يقول من السيرة نجد المطلوب، بندر يقول يكفي من السيرة حتى نعرف الشخص، شو رأيك؟ بعد يقول يختلف من وظيفة الأولى، هل يمكن فعلا أن تعرف الشخص من خلال سي في؟ توظيف يقول لازم أجرب الموظف، لابد من مقابلة، أي حتى المقابلة يا أحمد، كيف المقابلة حتى تعرف شخص؟ هذا هو اللي حطه أنا، الأكثر هي سي في ومقابلة وتفضل يلا ادخل اشتغل، هذا يكفي. نعم يا نوف احسنت، لابد من المقابله ولابد ايضا من الاختبارات، ما ينفع دكتور فاطمه لازم اختبار، نعم لابد من الاختبارات، تذكروا احنا في اول لقاءاتنا مع بعض كنا تكلمنا عن الكفاءه، وتكلمنا انه الكفاءه هي موائمه قدرات وامكانات الفرد مع متطلبات الوظيفه، وقلنا انه الافراد يختلفوا من الظاهر ومن الباطن، وقلنا انه يمكن اكتشاف الاختلافات الظاهره بسهوله، لكن من الأصعب أو من الصعب اكتشاف الاختلافات الباطنة لأنه عميقة، لأنه اختلافات ماذا؟ اختلافات في الشخصية، اختلافات في الأخلاق، في القيم، في الطموح، في القدرات العقلية، فهذه الأشياء ما راح تشوفها في السي في، ما راح تشوفها، راح تشوف أخلاق الشخص في السي في، راح تشوف قدراته العقلية، ذكاه، واحد ما راح تشوف، راح تشوف الذكاء العاطفي للشخص، راح تشوف قدرته على تحمل الضغط، قدرته على العمل في مجموعه، هذه الاشياء لم تراها في السي في، يمكن تجد مؤشرات ولكن هناك فرق بين المؤشرات والحقيقه. الحقيقه شيء ثاني، وتذكروا ايضا ناقشنا الموضوع وقلنا انه صعب جدا انه تختار شخص، لأنه عملية الاختيار ليست سهلة، ويمكن تقوم باختيار شخص وتتصور أنه العملية بسيطة، ولكن تكون عندها تداعيات على المستوى الاستراتيجي، وربما
اختيار خاطئ في عملية اختيار يؤدي إلى هلاك الشركة. لهذا لابد أن نتحرك، لهذا لابد أن ناخذ وقتنا، لهذا لابد أن نمر بالمراحل اللي راح نتكلم عليها الآن. علي كل لو سمعت المقابلات والاختبار والتزكية الكشف الطبي في هذه الحالات تكون أفضل. نعم يا علي، ورغم ذلك نقول لك شيء علي، إنه رغم كل ما نقوم به من أجل تمحيص شخصية الفرد واكتشاف طبيعته وخصوصيته واختلافه مع الآخرين وهل هو مناسب ولا مش مناسب، رغم كل ما نقوم به ورغم ذلك مستحيل أنه نكتشف الخبايا العميقة لكل شخص هو فقط جزء بسيط، ولكن الحقيقة لا نكتشفها إلا بعد ما يدخل الشركة ويشتغل معنا وتواجهنا تحديات وصعوبات ومشاكل ونبدأ نشتغل في مجموعات ويبدأ الضغط النفسي، هنا نكتشف طبيعة الشخص. نعم يفضل ممارسة العمل، الكلام سهل كلنا نتكلم، لكن الفعل أصعب، الفعل خاصة في الظروف الصعبة هو اللي يبين طبيعة ومعادن الأشخاص. نمشي من أول إجراء في الاختيار اللي هو ماذا، اللي هو ربما أن عندنا كوز اليوم، فربما نخليها للمرة الجاية، هذه إجراءات الاختيار نبدأ المرة الجاية. عندنا كوز باقي معانا 4 دقائق. أعطيك من الكوز ولا نكمل؟ نعطيكم نكمل الاختبارات ولا نعطيك من الكوز؟ باقي معنا 4 دقائق. نعطيك من الكوز اليوم. نكمل معنا ولا الكوز نخليه المرة الجاية عنا كلها من الاثنين؟ ما تنفع بشيء. كيف راح تسوي الكوز ولا تركز معي؟ يلا نعطيكم نعطيكم الكوز. نعطيكم 3 دقائق، 4 أسئلة بسيطة. انطلق الكوز، نتمنى انه يكون عندي اكثر عدد ممكن منكم اجابتهم الاربعة كلها تكون صحيحة. يلا اللي حصل 4 من 4 فايز.
ادي 20 ثانية. إذا أنت وقت فحص الكويز. إذا مخزون المهارات هو من المصادر الداخلية للاستقطاب، النقل الوظيفي يمكن النقل الوظيفي من تنميع خبرات العاملين في المنشأة، من مزايا الترقية تحفيز الموظفين، يتم التقدم المباشر من المنظمة عن طريق لا شيء مما ذكر. إذا من أربعة على أربعة، علي أربعة من أربعة، برافو يا علي. بشرى ثلاثة، ممتاز يا بشرى. مين فرحة؟ أشواق ثلاثة، ممتاز. يحيى ثلاثة، بندر، يا بندر خيم، يا مرجي إن شاء الله. بدر أربعة، نوف اثنين، سارة ثلاثة، بندر إن شاء الله، سارة ما فهمت، فاطمة اثنين، يلا اللي جاب أربعة وثلاثة برافو، واللي جاب اثنين يعوض المرة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور وعلى الاستفاعة هذا الشيق، ونلتقيكم إن شاء الله في لقائنا الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.